عليا؟ عرفتهم يا ستي. وبعدين ما تلاقيش المدرسه اللي انا اشتركت لك فيها كلها بالانجلش وانت لهلوبه انجلش، يعني مش هتوهي في الكلام ولا ايه؟ طب وصيتهم اني بحب اقعد قدام، اصلي ما بشوفش من بعيد. وصيتهم؟ طب قلت لهم اني خلاص بقى يا نانسي. الله، في ايه؟ رغي 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 على الصبح حبيبتي. بابا الصبح بيبقى مصدع، ما بيحبش الرغي كتير. بعدين يلا يا جميل بقى عشان تلبسي، عشان الاوتوكار هيجي ياخدك على المدرسه. يلا. انت تؤمر يا سي بابا. انا عايزه موبايل. حاضر يا ستي، هجيب لك موبايل. شو حاضر؟ بدك اجيب له موبايل؟ ما بصير. بس انا عايزه موبايل. فيها ايه يا ستي ما نجيب لها موبايل؟ ايه المشكله؟ بتحد عم لك البنت لساتها صغيره، ما بصير تحمل موبايل، ما بصير. ولا قال لك مثل ما بدك. معك حق. خلاص يا نانسي، هنبقى نشوف الموضوع ده بعدين. يلا. لا 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 خذيها. ما بقدرش اشرب. خير منا؟ بدك شيء؟ لا، جيبي لي كاسة لين. كريم عيوني. سلامتك. الله يسلمك. شكرا. أهلين سريدة. نانسي من هلا ما رجع البيت. شو من هلا بنصير؟ الساعة 2. يمكن بابا راح يجيب من المدرسة. لا، مدحت قال لي إنه وصل أوتوكار يوصلها باب البيت. طب ليكي سكري سكري، رح أحكي أنا مع مدحت أفهم. يلا بابا. أوكي مدام، باي. اتصلت فيك أكثر من مرة بس كان خطك مسكر. حبيبتي أنا النهاردة كله كنت تحت في صلاة الصيانة، وأنت عارفة إن ما فيهاش إرسال. مو هذا المهم، المهم نعرف البنت وين راحت. ربنا يستر، ربنا يستر يا رب. الله يستر. المسؤولة على الأوتوكار عم تقول إنه وصلت بنت حضرتك بنفسها على باب البيت. أيوة يا فندم، بس البنت ما رجعتش للبيت لحد دلوقتي. مس روزان، تذكري منيح، البنت نزلت عند باب بيتها؟ نزلت وإيدها بإيد زميلتها هيا. مين هي؟ حلوة مش كده؟ ورجيني؟ إيه؟ قلتي إيه؟ ورجيني؟ يعني إيه ورجيني؟ يعني ورجيني. بس الفستان الأخضر هذا أحلى، ما؟ أوكي، تعالي نلبسهولها عشان تبقى عروسة قمر زينا. هيام، جرس كبيرين. هيام، قلت لك جرس كبيرين. هلا ماما بتفتح. شوفي هذا شو حلو. ورجيني. نانسي، انت هنا؟ بابا، في ايه؟ قومي، تعالي. حاضر حاضر، بس ما تتعصبش. اتفضلي خشي قدامي. مش عليا بابا، انا ما عملتش حاجة غلط. ما عملتيش حاجة؟ وانتي من 3 ساعات مقفلنا قلبنا من كتر الخوف والقلق عليكي. سلامة قلبك، هو ايه اللي حصل بس؟ ايه اللي حصل؟ انتي ازاي ما تقوليليش انك انتي رايحة مع صاحبتك على بيتها؟ ها؟ ازاي تخلينا نقلق عليكي بالشكل ده؟ يا بابا يا حبيبي، كل الحكاية ان انا وزميلتي اللي اسمها هيام عزمتنا عندها على شوية كيك وفنجان قهوة عشان توريني العابها، وخدنا الوقت بس. كيك وفنجان قهوة؟ يا سلام، بمنتهى البساطة كده. خلاص بقى يا بابا، ما تتعصبش عليا. وبعدين يا بابا ما تنساش اني قلت لك اني عايزة موبايل. بس طنط رنا قالت انه ملوش لزوم. انا دلوقتي يا بابا لو كان معايا موبايل مش كنت كلمتك وطمنتك عليا؟ يعني دلوقتي الحق عليا. يا رنا،
ايه؟ كانش فيها اي مشكله يعني لو كنا جبنا لها موبايل؟ يعني هي دلوقتي الحق عليها ولا عليكي؟ حاجه غريبه. شو حلو عن جد كثير ناعي. مبروك سالي، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي. حبيتوا الكروت؟ كثير اكابر وكثير عن جد مرتب. لا عم زوقين. ليك شو فرحانه، حتقوم تنطن على الكرسي. طاير عقلي من الفرح، اخيرا رح اعيش انا وعماد تحت سقف واحد، ما رح نفترق ابدا. عقبالكم. لا ابعد الشر. هلا ليكي، هو شر بس على قولة ماما بتقول شر لابد منه. سارة، ليش حاسستك مو مبسوطة بخطبتك؟ هي لما نضحك على بعض، البنت لما بدها تتزوج من واحد بتحبه من قلبها بتكون فرحانة أكثر بكتير من بنت بدها تتزوج حدا بتحبه حب عقل. يعني أنت بتحبي فايز بعقلك مو بقلبك. هي ليش بعرف إذا كنت بحبه أصلاً؟ بس بصراحة فايز رجل مناسب لأحلام أمي ولأحلامي أنا، وأنا عندي قناعة بتقول إنه زواج العقل هو يلي بيضمن الاستمرارية، لأنه زواج الحب والمشاعر مع الوقت بيتحولوا لعشرة، بتتحول لعادة وبتفوت مشاكل الأهل ومشاكل المصاري وهلم جرا. على قولة المثل، إذا فات الفقر من الباب بنط الحب من الشباك. بس بيناتنا دمعة الفرح والحب يلي بعيونك عم تخليني غار شوي، لأنه أنا هاي المشاعر بحياتي ما جربتها. هلا شيلولا من هيك سيرة. المهم شو بشار حفلة اليوم؟ لساتها قائمة؟ طبعا ريتا حجزت لي بمطعم بيسيدنا، يا منروح منهيس ونطلع. ايوه والله ريتا ما في منها، فرحانة لك من جوات قلبي. انا صار لازم امشي، لسا عندي 100 مشوار. شو لوين رايحة؟ أول شيء بدي أعزم باقي الصبايا، وثاني شيء بدي أروح على بوتيك كامل يلا شوف شو في عندها، بعدين بدي أروح أعمل شعراتي مشان حفلة الوداع. يا ربي يا ريت فيني أروح معاكم، بس عن جد الشغل لفوق راسي. بسيطة. عفوا انسه سارة، في عندك ضيوف بمكتبك. ايه يلا جاي شوفكن. باي. استني نازله معك. طمنيني ان شاء الله ما عم توجعي، انا بعرف انه الكسر كثير صعب. يعني لا وجع هيك شوي خفيف بس محتمل. الله يسامحك على هالعمله، معقوله توقعي هيك وقعه وما تخبري حدا؟ والله لو قايلتي لي انا ما كنت تركتك ولا ثاني. تقبشي قلبي والله بعرف، بس يعني انا ما حبيت كمان اقول لك واخوفك علي. بعدين فاروق يقبر قلبي ما تركني ولا لحظه، بتعرفي قديش بيحبني وبيموت فيني؟ لك حتى اذا بدك تركني قاعده بالمستشفى كم يوم زياده قال بس مشان يطمن علي يقبرني. شبكي ليش هيك عم تضحكي؟ حبيتها هي، بيحبني وبيموت علي. يعني لا بعرفك ولا بعرفه. ولك ميرفت، بس يعني انه انا هبه، لك هبه مو حيثما. هبه؟ بالله العظيم لا تبلشي تهزيلي بدني من غير شيء، انا طاقه قلبي ومالي، ما في غير من التخت للكنباي ومن الكنباي للتخت. لك طاق قلبي، ما في فيلم ما حضرته، ما في تليفون ما حكيته. حاسه حالي هيك مخنوقه، مالي هدف بالحياه. يعني هلا شوفي، هلا انت مثلا كاتبه، علا مضيفه، ميرا مطربه، ساره صحفيه، رنا عندها صالون تجميل، شهد دكتورة، أنا قاعدة هيك لا شغلة ولا مشغلة، مليت. طيب ليش لحتى ما تشتغلي شيء أنت بتحبيه؟ ما بعرف، ماني متعودة. إمعت معك بتتعودي. شوفي أنت شو بتحبي تشتغلي وتعملي مشروع، وأنا بوعدك كون معك خطوة بخطوة. منيح؟ فكر. عن جد شكراً حبيبتي. لك والله ما هان علي زعلك، خصوصي لما امك حكتني وخبرتني انك ما نمتي الليل من كثر ما زعلانه على زعلي. انا؟ امي خبرتني اليوم الصبح وقالت لي انك نويتي تتركي الشغل مشاني، بس هي اقنعتك تتسلي بالشغل لبين ما نتزوج تنشغلي فيني وببيتك. امي قالت لك انه انا قلت هذا الحكي؟ ليش هذا مو كلامي؟ لا ايو هذا كلامي انا، شلون كلامي؟ بس ما كنت حابه امي تقول لك اياه، مشان ما يكبر راسك علي بتصير تشوف حالك. لا يا ساره، ليش في بيناتنا فرق؟ انا وانت واحد،
لو هيك ما كنت غيرت عليكي من كلام هذا الشاب يلي اتصل فيكي وقاعد يتغزل فيكي قدام كل الناس. فايز، يعني انت عن جد بتغار علي؟ طبعا غار عليكي. ليش انت مو خطيبتي ومحسوبة علي؟ محسوبة علي؟ تقبرني؟ الله يصلحك، شو هاي محسوبة علي؟ القهوة يا انسي سارة. تفضل عمو ابو اسعد، تفضل. لك يسعد لي مساك حبيبي. لك اهلين بمهيسة. حبيب قلبي، فيني اليوم كمان احكي مع ابني عنيت من عندك؟ من عيوني التنتين، بتأمري امر. بس بدي اياكي تستني علي ساعة زمان لأنه في شغلة عم بشتغلها، بعدين تعي احكي أنت ويا صوت وصورة لحتى تشبعي. روح، ربي يوفقك ويحميك يا حق يا كريم. يلا بخاطرك تقبرني. مع السلامة. ايوه موفق معك، حول. موفق حبيبي، وينك انت؟ اشتقت لك كثير كثير كثير. ايه حاجتك بقى، شو اشتقتي لي؟ انا اللي اشتقت لك. لك وينك منوله؟ صار لك 3 ايام مبينه على النت. لو اعطيتني رقم موبايلك كنت حكيتك وقلت لك اني كنت مريضه شوي. سلامتك ان شاء الله حبيبتي، مع قلبك شر خير؟ ما في شيء، شويه تقريب ومرقوا وخلصوا والحمد لله. هلا انا احسن من اول بكثير. منوله حبيبتي، ديري لي بالك على حالك، الله يخليكي. يعني إذا صار لك شيء بجن، ها؟ ما بدي ضلني قلقان ومشغول بالي؟ الله يخلي لي إياك يا رب حبيبة قلبي. طب بس فهميني، لوين أخذتيني؟ هلأ بس نوصل بتعرفي، أنا مليت منك ومن قصصي، صار لازم لاقي لك حل. حل شو؟ هلأ بتعرفي كني مرت عمي، أنا معزومة على حفلة لرفيقتي وبدي روح أحضرها، ما بدي أتأخر، بدي أحضر حالي. يوو، لساتنا نهار بأوله، بتلحقي تتغندري وتتهندزي، لا تخافي. شفتيك، لا تتأفرفي. منال، صرت قايلكم 100 مرة ما فيني إجي على الضيعة وما بدي إجي، أنتوا ليش مصرين ما تفهموا علي؟ يا موفق، ماما اشتاقت لك كثير وبابا بضل يسأل عنك، حرام عليك. ما بدي حدا يسأل عني ولا بدي حدا يشتاق لي، إذا أنت وماما حابين تشوفوني تعوا زيارة لهون على الشام مثل الشهر الماضي. وأبوك؟ منال الله يرضى عليكي، مو كل مرة بدك تلاقيني فيها على النت تفتحي لي هذا الموضوع، خلاص خلصنا. إذا الله بيغفر، أنت ما بدك تغفر؟ كيف بدي أغفر له؟ كيف بدي أغفر له للشخص اللي حرمني حب حياتي؟ كيف؟ بس أبوك كان قصده إنه هلا يميني بقى من سيرة بابا. مهم قولي لي ايمت بدنا نفرح فيكم انت وعدنان؟ يلا اعملوا همه، تخنتوها هالشهرين 3. بس كمان لا تقلي ما رح تجي على الضيعه تحضر عرسي. لا ساعتها بجي على الضيعه ركض، ولا مفكره حالك قليله عند اخوك موفق؟ غاليه انت عندي كثير، شو قليله؟ الله يخلي لي اياك يا رب، والله العظيم مشتاقت لك كثير كثير كثير. والله وانا مشتاق، مشتاق لك كثير، ومشتاق لماما، ومشتاق للضيعه، مشتاق لكل شيء، بس ما فيني ارجع هلا. صح.